يوضع على السرير، هذا السرير الذي يغسل عليه الميت، إما أن يكون يعني قطع هكذا مفتوح أو مرتفع من ناحية منخفض من ناحية حتى ينزل الماء ولا يبقى. زين بارا نفهمها إزاي أنتنا نفهم بكرنا توزن لفهم مقام وفاتي يأبيك تسكي زين بارا نمني كوبان زين إسرائيلي أم سلافا داغ زين أم زين بارا فهم يلو زين لا سكان بان روتش على تلسكوي زين إسرائيلي إسكوي تونا دي بلاشي أو تنتي زين دي ملا تلسكا سماري أمبونيا تدي لا سكان بان أم زين أفا بميت نلو مدينة. يغسل الميت كما ذكرنا في اغتسال الحي. فهم بفهم جونا فاتي ديال يتوف تنتيرا كمي فانفان جوان بولو زانيتش فانفان جوان وزان فانفان جوان تسي كما نوروس عارق الناس عبيتش كتم مالي تسيس ما في عبادة. لكن قبل هذا يمر على بطني هكذا أو يرفع رأسي هكذا. نعم فكوسة مكتوبة زاني ألو أن من ناس الفات زاني ميلا تنتيتش كتير زاني من كيبري تنتيتش كتير كيبري دي أملا موسم فوس ماري أبكار تسيك أم زي زاني تسي فورت لحاك بزا. السنة أن يكفن في ثلاثة أكفان، نتوسط في الكفن، لا نشتري كفن غالي السعر ولا رديء. نعم. أنيس السود ننفهم بأمك ونفهم الناس والسلام أنا بارا مريفة ممون ما بيا سلام با ناف كفن عارف من كفتة رأس كسرية زنة دي ميلا أتو تير بقول شيء ميلا أتو بوزن ويفن دنيا مبولا كل كفان أتو لام بزي فارن لاف فميلا أتو تسكزاني أبدون دوني ليفا في ساسيكم دي لام بزي أمنوسا من دمات. هذا الذي يوضع فوق الميت آية الكرسي وال القماش الأخضر هذا ليس من السنة، هذا من البدع. كريم ما كيف تسكن بارا من اللام بزن سورة سورة آية الكرسي مس آية القرآن هذه سخ دينا من شاء من ذلك توم ما يشوف ما يشوف سيزينا رينا بارا من سيسن سورة بارا من كمناس ورسل الله مريم زابت الفرون نكتي فاها. نعم.